انتقل إلى درس الثاني وهو أصفار الاقتران التربيع. تأمل الشكل، يمثل رسمة منحنى الاقتران قاف، يقطع منحنى الاقتران في نقطتين اللي هم ألف وباء. نقاط تقاطع منحنى الاقتران مع محور السينات هذا اللي احنا بنسميها أصفار الاقتران، بنسميها أصفار الاقتران. واضح انه الاقتران هنا قطع عند النقطة 1 2 هون 3، وهنا قطع عند سالب 1. طبعا النقطة الثانية اللي لازم نعرفها ان نقطة الرأس لازم تكون نقطة المنتصف في المسافة بين اللي هو سالب 1 و 3. يعني ممكن احسبها بأكثر من طريقة. طبعا هاي نقطة التقاطع مع محور السينات ممكن اكتبها على شكل إحداثيات اللي هو عبارة عن النقطة 3 و0، والنقطة الثانية عبارة عن سالب 1 و0. أو بنكتبها بالطريقة هاي، عند س يساوي 3 يوجد نقطة تقاطع مع محور السينات، وعند س يساوي سالب 1 عند نقطة تقاطع مع محور السينات. هذه كمان ممكن نكتبها بطريقة ثانية، نقول س ناقص 3 أحد العوامل، أيوة، وهون س زائد 1 كمان أحد العوامل. يعني معناته لو ضربنا س ناقص 3 في س زائد 1 كويس، ممكن تكون هاي ممثلة للاقتران أو أحد الصور، بس هون بنحط ألف لأنه ألف بالصيغة العامة. أنا ما بعرف كم ألف، ممكن يكون ألف واحد ممكن ما تكون واحد حسب طبيعة السؤال. الآن حتى نقدر نحذف نقطة الرأس هون من الرسم من الشكل مباشرة، حكينا إنه الرأس لازم يكون في منطقة اللي هو نقطة المنتصف بين هذول النقطتين. طب احنا درسنا سابقا ان نقطة المنتصف كيف بنجيبها؟ يعني لو مسكنا هاي النقطة 3 و0 وسالب 1 و0 وبدنا نوجد نقطة المنتصف تبعتها، بنقول اللي هي بنجيب السين الأول زائد السين الثاني اللي هو سوينا سين 1 صاد 1، كل نقطة فيها سين 1 سين صاد 1، هون سين 2 صاد 2، بنجمع السينات بنقسم على 2، بنجمع الصادات ونقسم على 2. هذه العلاقة اللي احنا بنستخدمها عشان نوجد إحداثيات نقطة المنتصف، اللي هي هاي النقطة اللي أنا قاعد بأشر عليها نقطة المنتصف. إذا هي عبارة عن 3 ناقص 1 على 2 و 0 زائد 0 على 2. إذا إيش بتصير إحداثيات هذه النقطة؟ راح تكون عبارة عن 2 على 2 يعني 1 و 0. إذا هاي فعلا النقطة 1 و 0. إذا الرأس أكيد إحداثياته راح يكون 1 و طبعا سالب 1 هون، لأنه بالرسم مبين عندي سالب 1، لكن هذه السالب 1 كيف بنجيبها؟ اللي هي صورة الواحد، اللي بعد التعويض بالواحد في الاقتران. نكمل. ارسم منحنى الاقتران ثم اعتمد على الرسم في ايجاد اصفاره. بدي يعني ارسم هذا الاقتران س تربيع ناقص س ناقص 2. اذا بروح على الاله الرسم اللي تعلمنا عليها، نشطب هذه نشطب هذه، يلا س ايش بده يعني ارسم؟ نجي على الانبوت تحت هون اللي هو س تربيع ناقص، نرجع للسؤال نشوف بالله، ناقص س ناقص 2، يلا ناقص س نمسحها، هاي س تربيع رسمها ما بدنا هيك، احنا بدنا س تربيع ناقص س ناقص 2. رجعت نقاط تقاطع مع محور السينات، واضح جدا انه بتقاطع في النقطه هذه والنقطه هذه. إذا هو عند 2 وسالب 1، نقطة الرأس حكينا راح تجي بالنص. طب هو بين 2 وسالب 1 هو راح تكون 2 ناقص 1 على 2، 2 ناقص 1 على 2 اللي هو راح يكون نص. إذا هو راح يكون الرأس هنا عند النص، لو حطبنا س يساوي نص يعني x يساوي 0.5، تعرفوا كله 0.5 يعني نص. كويس، طلع فعلا أجت على النص. إذا نقطة الرأس بإحداث س نقطة الرأس راح يكون عبارة عن إيش؟ عبارة عن س يساوي نص. نصه ايش؟ نروح معوضين بقاعدة الاقتران، بيطلع منا اثنين سالب اثنين وربع، سالب اثنين وربع. طيب هذا حليناه، يلا ارسم منحنى الاقتران بيانيا ثم اعتمد الرسم في ايجاد اصفار الاقتران. س تربيع ناقص 4 س، يلا بنرجع مرة ثانية، س تربيع اكس اس 2 ناقص 4 س، يلا وين اصفار الاقتران؟ اللي هو الاربعه والصفر.
ومنها الرأس راح يكون في منتصف المسافة اللي هو راح يكون سين يساوي 2. واضح ان الرأس راح يكون 2 وسالب 4، 2 وسالب 4. اذا سهل جدا نطلع من خلال الرسم. مثال، تأكد من ان العدد سالب 5 صفر صفر للاقتران. عادي، يعني بنجيب قاف السالب 5 وبنعوضها مكان سين، بصير عندي 2 ضرب سالب 5 الكل تربيع زائد 11 في سالب 5 زائد 5، وبنعمل عملية الحساب بيطلع الجواب كم؟ يساوي صفر. إذا طلع الجواب يساوي صفر بيكون هذا إيش؟ العدد صفر للاقتران. يلا الآن تدريب، إذا علمت العدد 7 صفر للاقتران قاف سين، فجد قيمة الثابتة ألف واحد. بنعوض يعني قاف 7، أنا هذا اللي فاهمه يساوي صفر، يعني عوض محل سين 7، بيطلع عندي هون 7 تربيع اللي هو 49 في ألف بيطلع 49 ألف، كويس، ناقص 4 في 7 28 ناقص 21 الجواب يساوي صفر. يلا بدنا نحل المعادلة هاي، عندنا هون سالب 28 وناقص 21 بنجمعهم بيطلع 49، وديها للطرف الثاني بصير 49 ألف يساوي 49. هذول لما جمعناهم كم طلع الجواب؟ سالب 49. طلع هذا الطرف الثاني صارت موجب 49، ألف تساوي 1، 49 تقسيم 49. يلا السؤال اللي بعده، قذفت كرة إلى الأعلى بسرعة ابتدائية قدرها 20 متر لكل ثانية. شو يعني سرعة ابتدائية؟ يعني لما كان الزمن صفر كانت السرعة 20، فإذا كان ارتفاع الكرة بعد الكرة بالأمتار بعد نون من الثواني يعطى وفق العلاقة، هاي معطين العلاقة، ممتاز. فمتى ستعود الكرة للأرض؟ وما أقصى ارتفاع تصله يمكن أن تصله؟ يعني بس هو معطيني قاعدة العلاقة، كويس، اللي هو 20 نون ناقص 50 نون تربيع، كويس. هذه لو طلعنا أصفار هذه العلاقة، قذفها بسرعة ابتدائية قدرها قديش؟ 20 متر لكل ثانية. خلينا نرسمها، 20 نون أو 20 سين طبعا راح نكتب ناقص 5 سين تربيع، 20 سين ناقص 5 سين تربيع. يلا نكتب 20 سين ناقص 5 سين الكل تربيع. ما بين الاقتران، لا بين، في هذا الحالة بنعمل لزوم عشان نشوف القاعدة بشكل الكامل. إما إن بننزل المحاور هون، هذول بننزل القيم لأنه أكيد 20 جاي فوق، هيها بينت، بيانات العشرين. الآن قذف الجسم من هون مثلا وطلع للأعلى، يعني لو جينا تخيلنا انه هاي النقطة هي اللي كانت هون، وبعدين شو صار في هاي النقطة؟ صارت تتحرك تتحرك، قذفت وصلت لأقصى ارتفاع ثم عادت إلى الأرض. إذا هو كانوا بدي يعني أعرف متى ستعود إلى الأرض، إذا بدي أنا أطلع هذه النقطة اللي راح تكون 4 و0. إذا جبريا إيش بنسوي بالضبط؟ إحنا نطلع أصفار الاقتران، يعني بنقول 20 نون ناقص 5 نون تربيع تساوي صفر. وهذا اخذناها في تحليل العبارات التربيعيه، ناخذ النون عامل مشترك والخمسة كمان عامل مشترك، 5 نون عامل مشترك، بضل عندي 4 ناقص نون يساوي صفر، فاما 5 نون تساوي صفر او 4 ناقص نون تساوي صفر. ومن هون نون تساوي صفر وهو زمن الابتداء اللي هي لحظه الانطلاق، والثاني اللي هي زمن الوصول للارض اللي هي نون تساوي 4. إذا الجسم بده 4 ثواني حتى يصل إلى الأرض. يلا اللي بعد، يبيع مربي دواجن سين بيضة يوميا، إذا كان الربح الأسعاري ويعطى بهذه العلاقة 400 سين ناقص سين تربيع. لمعرفة عدد البيض لازم تحقيقه لتحقيق أكبر ربح ممكن، وما يقدر هذا الربح؟ علما أن عدد البيض المبيع يتراوح بين 100 و250 بيضة، يعني كل يوم بده يبيع من 100 ل 250 بيضة. خلينا نرسم الاقتران، 400 سين ناقص سين تربيع، ها نرجع لبرنامجنا، 400 نحذف، مرة ثانية ايش هو القاعدة؟ 400 سين ناقص سين تربيع، نكتب هون 400 سين ناقص سين تربيع، ما بين شيء. حكينا بهاي الحالة شو بدك تيجي تعمل انت هون؟ بدك تعمل زوم للاقتران وحكي لي ما هو ببيع قاعد من 100 ل 250، اذا انا لازم اصغر هذول
وصغر هذه لأنه 400 ما راح تبين معي هون، شايف 400 ما راح تبين معي بهذه الطريقة. وينو الاقتران اللي قاعد بيمشي معي؟ هو هياته الاقتران، بس خلينا نغير لونه شوي حتى يصير أوضح. بقول لي أنا مش شايفه، ولا أنا شايفه، مو بدك توضحه بطريقة أحسن من هي. خلي لونه أحمر وخلي الستايل تاعه كثير بولد ثيك يعني هياته. هذا الاقتران. الآن أنا بإمكاني مرة ثانية أعيد هون أشوف وين أقصى ارتفاع راح يصل له. شايف طلع قديش؟ هاي أقصى ارتفاع له. إذن هون أنا لازم أرجع أعيد هيك. أيوه هسا شفته. هسا هو بيقول لي إنه هو ببيع من 100. هيك نرجع للسؤال، ببيع من 100 ل 250 بيضة. طب معناته أنت بدك تكون محصور بين سين يساوي 100، اكس يساوي 100 اللي هو هذا الخط، هذا مجالك، وسين يساوي 250 بيضة. معناته انت شغلك راح يكون بين الخطين السود هذول. اذا اقصى ربح راح يحققه في هاي الحالة هي النقطة هذه، اللي راح تكون من 200، لما يبيع 200 بيضة بيكون ربحه 40,000. هياتها طالع بالرسم، واصلا طلب مني بالرسم كويس. طب حدا يفهمني كيف؟ طب هو هون لما يبيع 200 بيضه بصير ربحه 40,000، بعدين لما بيزيد عدد البيض اللي ببيعه المفروض يزيد ربحه، طب ليش نزل هيك؟ مين يفسر هاي؟ تفسيرها بسيط جدا، انه هون بصير عليه كلفه اضافيه، بصير عليه مثلا اما مواصلات اضافيه او تصنيع اضافي او تخزين او شيء ثاني، فشو بصير في الارباح تبعته؟ تبدا تقل. هذه قصة مهمة جدا في التجارة، انه انت ما بتربح بس من كثرة البيع، برضو بدك تنتبه للتكلفة وللتخزين والامور الاخرى المتعلقة بعمليات البيع.